وصلنا لفقرتنا الأخيرة. يواجه العالم بأسره فيروس كورونا وسبل التصدي لهذا الوباء وإيجاد اللقاح أو حتى الدواء المناسب من خلال الأطباء فهم الدفاع الأول لمواجهة هي الكارثة، كما يضحوا بحياتهم تاركين حياتهم الخاصة وحياة عائلاتهم لإنقاذ الناس والسهر على نجاتهم. اليوم كيف ممكن نزيد من صبرهم ودعمهم وقوتهم ودعم جهودهم؟ معنا الأخصائية الاجتماعية الأسرية هناء نيازي. أهلا وسهلا فيك سعد صباحك. سعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك سعد صباحك. يعني بالبداية كنا عم نحكي تحت الهواء عم نحكي عن حالة الملل، حالة التذمر الدائم لدى البعض وحالة عدم التقيد بالحظر يلي فرضته الحكومة على الناس لحتى نتصدى لفيروس كورونا. بالمقابل في ناس كتير هي عم تسهر لرعايتنا، عم تقدم وعم تضحي روحها فداء لصحتنا. خلينا نحكي عن هاي الحالة، قدين احنا لازم نكون مسؤولين تجاه الناس يلي بس عم يسهروا لراحتنا. تماما. هلا بداية لما عم نحكي نحن عن مقدمين الخدمة ومقدمين الرعاية، هلا نحن بهرم التدخلات هو رأس الهرم، رأس الهرم لما بنشوف نحن الهرم انه هو قاعدته كبيرة والزاوية رأس الهرم فبتكون قليلة، فالعدد قليل هدول الأشخاص اللي هن المختصين ولكن الخدمات المطلوبة منهم كبيرة كثير، فخلينا نحن قدر الإمكان نكون على درجة ونرتقي بأنفسنا، نرتقي بوعينا شوي لحتى نكون دور المساهم نخفف عنهم، لأنه لاحظي نحن يعني فترة الحرب كان الأطباء الأكثر ضغطا عليهم، وهلأ إجت هيدي إذا بدنا نحكي فيها هو وباء عالمي، يعني نحن مو بس داخل القطر أو شيء بخص بس بلدنا، لا هو شيء مفروض يكون عنا هذا الوعي لحتى نكون بسلوكياتنا مدروسة أكثر وتصرفاتنا بتعبر عن رقي، يعني خلي هرم التدخل تبعنا نرتقى فيه شوي لحتى نقدر نساعدهم. الأطباء هلأ في حالة استنفار كتير عالية، هن أول شيء في جهد عضلي، جهد جسمي، جهد معنوي كتير عم ينبذل بهيدي الفترة. بالإضافة خلال 9 سنوات الحرب قدموا مجهود كتير كبير الكادر الطبي والصحي في سوريا، فأساسا في مسؤولية وضغط كتير كبير عليهم اليوم في ظل انتشار هيدا الفيروس حول العالم. تماما. بالإضافة لحتى هذا الشيء بشكل أعباء أنه هن حتى عن أهلهم بعاد، يعني حتى هيدي الراحة اللي نحن هلأ مثل ما تفضلتي أنه متزمرين منا العالم أنه خليها بريك، خليها هيك استراحة، نعود شوي لحياتنا الاسريه، هن مفتقدينا، يعني الشيء اللي الناس عم تتذمر منه الاطباء ومقدمين الخدمه هن بحاله استهلاك مستمر، صحيح. فهذا الموضوع كثير بتمنى انا من العالم انه يكون في عندهم شيء من الوعي، يساهموا بتخفيف هذا الضغط اللي عليهم. كثير من اصدقائنا الاطباء يعني اذا بدك شويه استراحه ما عم يقدروا يلاقوا من ضغط العمل اللي عليهم، من الاحساس بالمسؤوليه، في شيء عم يكون منهك لهم فعلا، وهذا اللي بيؤدي من بعد منا الى الضغط النفسي اللي بدنا نحكي عنه نحن. طيب خلينا نحكي كيف بيتم التعامل مع الانهاك النفسي والضغط النفسي اليوم في ظل هذه الظروف لمقدم الرعايه، هنا في حاله استنفار بشكل مستمر للتصدي لهذا الفيروس بحال وايجاد اي حاله، يعني هنا بحاله تماماً. استنفار مثلهم مثل رجال الجيش العربي السوري. تماما. هلا بدايه دائما نحن من قارن الصحه النفسيه بالصحة الجسدية، طالما هن الأعضاء الأشخاص الأكثر فاعلية بهذه الفترة الأكثر شيء حدا مطلوب منهم هذا الجهد، فالمفروض كتير صحتهم النفسية تعني لنا جدا أو تعني للجهات اللي هن عم يعملوا معها، يعني يكون الصحة النفسية بالنسبة لهم متوفرة. بداية بيكون في عندهم شعور بالإنهاك، شعور بالتعب، شعور أحيانا بالتقصير، أحيانا الأشخاص إذا بدك هذا المنظر المستفز من الأشخاص اللي ما عندهم مسؤول او مستهترين بهذا الموضوع، ما بتتخيلي قد ايه هذا الموضوع بيكون كثير مرهق لهم، اني انا عم اتعب واخر شيء قله الوعي عم تخلي هذا الشيء يتفشى بسرعه اكبر، فكثير هذا الموضوع مزعج، بحسوا بالتقصير، بحسوا بالانهاك الجسدي، بحسوا بالضغط، بحسوا احيانا انه انا ما عم اقدر اقدم شيء، فكل هذا بياثر على صحتهم النفسيه، وبحسوا بالارهاق والتعب اللي ما عم يقدروا يقدموا الشيء اللي هن طالبينه، احيانا القلق والضغط النفسي بحد معين
جيد بحيث انه يقدم الانسان افضل ما عنده، او دائما نحن بنسميها بنشغل طاقه الاحتياط اللي عندنا. لما بنكون بحاله قلق او ضغط نفسي فحتى طاقه الاحتياط بنستهلكها، ولكن كثير كثير مهم انه ننتبه على حالنا. حتى الاعضاء الدكاتره بالجهات الطبيه كلياتها نحن بنسميها مقدمين الرعايه الخدمه الطبيه، كتير مهم انهم يهتموا هن بحالهم. فانا اذا بدي اقدم هيدي الخدمه فاول شيء بدي اكون مسؤول عن شخصي انا، انتبه على غذائي، كتير الغذاء الصحي بيساعد على انه الانسان يعطي افضل. ساعات الراحه ما نستهتر فيها ابدا لانه هي كتير ضروريه. ساعات النوم كتير حلو انه نتعاون بين زملائنا، انه انت تعبت ريح انا باخذ عنك شوي، لانه هي الراحه كتير ضروريه للاستمراريه بالعمل بشكله الجيد. ساعات النوم، التواصل مع الأهل، التواصل مع العائلة، ولو أنه يعني كمان بيزيد عليهم العبء أنه هن بمكان، يعني أنا عم أتواصل مع دكتورة قالت لي أنا بمكان محجورة يعني ما فيني. فتخيلي قديش الوضع هذا صعب على أسرتها، صعب على عائلتها، يعني حتى إذا بدها تشوفهم أو تطمن عليهم صار في وضع حرج ما عاد فيها. فالتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو التليفون كل هذا، بس أهلهم كمان بدهم يكونوا دعم لهم. يعني يعطوهم كلام حلو انه انتم هلا جنود جباره عم تشتغلوا، البلد كله على ايديكم، فقد الله يعطيكم العافيه. هي مهنه انسانيه، والمهنه الانسانيه بتتطلب كثير من العطاء، بتتطلب كثير من الجهد، يفوق اي اجر او اي شيء فينا نقدم لهم اياه. يكونوا حريصين كثير على ساعات او استراحات البريك، يعني يكون فيها شيء ممتع، يشوفوا اشخاص داعمين لهم، اشخاص بيتفاهموا معهم، بيقدروا افكارهم، بيقدروا مخاوفهم، يقدروا يشاركون ياها لحتى يحسوا حالهم بوضع أفضل. يعني بمعنى إنه هو بده يكون رقيب على حاله. أنت بيكون تعبان يصرح بهذا الشيء، إني أنا تعبان وما عاد فيني، ما يبالغ كتير بتحميل حاله المسؤوليات أو الأعباء الجهد اللي بده يقدمها. فهذا الشيء بيساعده على إنه يكون أكثر راحة. نعم. كمان من خلال هي الفترة عم نشوف كثير من الأطباء وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عم يحطوا أرقامهم الخاصة لأي استفسار لأي استشارة لحتى التخفيف من التجمعات. أيضا خلينا نحكي عن هي الحالات الإنسانية قديش مهمة. كمان بنفس الوقت في كثير من الأشخاص عم يعانوا بعض الأعراض ولكن أو ما بيحبوا يلجأوا لطبيب مختص. كمان خلينا نحكي عن مسؤولية هذا الطبيب يلي عم يقدم مجهوده ووقته وتعبه للناس وللمرضى. هلا انا بشوف انه دائما اختيارنا للمهنه لما بيكون نابع من داخلنا فبنعطيها بهيدي الصوره الكامله المتكامله. لما بيكون في مهنه انسانيه بهيدي الظروف الصعبه، انا شفت اطباء متقاعدين رجعوا للخدمه من اول وجديد بهذا الوقت الصعب، ولو انه يعني اغلب الدراسات بتقول انه هي كبار العمر بتكون بتشكل لهم خطر يعني للمناعه. فهو تخيلي هي جوهر العمل الانساني. بصير الانسان مو من باب لا رات ولا مكانه ولا دور، هو لا من دور انساني بحت عم يقدر يقدم هيدي الخدمه، عم يساهم. هلا بصراحه لما بيكون في وباء مجتمعي وعالمي بيظهر وعي الاشخاص بهيدي الفتره. صحيح. بدي نوه على نقطه كثير حلوه ضويتي عليها حضرتك، انه نحن بهيدي الفتره عم نستنى لنشوف الاشخاص القياديين او بمراكز من نحن بنسميها ادوار مهمه ليعطونا النموذج الايجابي، ليعطونا النموذج الصحي للتعامل بهيدي الفتره. هدول الاطباء هن عم يقدموا خدمات مجانيه، عم يعطوا من وقتهم، عم يساهموا بتخفيف التجمعات لانه هي لحالها وقايه، وعم يخاطروا بحالهم بدافع الانسانيه. فهي جوهر المهن اللي لها علاقه بالاشخاص. نقطه كمان كتير مهمة، وعي الأشخاص يعني كلياتنا بكل الفئات المجتمعية لهيدا الدور بخلينا نتفاعل بطريقة إيجابية، يعني بيكونوا نموذج صحيح. يفترض أنه نقتدي فيهم، يفترض أنه يكونوا بالنسبة لنا هذا الشخص اللي عم يعطينا النموذج لنصير نحن نرتقي شوي بتعاملنا، لنرتقي شوي بأسلوب
الحماية بهيدي الفترة. هي ما بدها أكثر من التزام بشوية قوانين بسيطة بصراحة بتخفف علينا أضرار كتير كبيرة. فهذا الشيء كتير بيعبر عن مستوى وعينا، عن نفسيتنا، عن علاقتنا مع الآخر، قديش هي صحيحة، قدي أنا فيني أقدم شيء أحمي الآخرين وأحمي نفسي برقم واحد. بس تعقيبا على نقطة الوعي، أحيانا كمان مقدمين الرعاية بيوصلوا لمرحلة من الضغط النفسي والإرهاق النفسي اللي حتى هن بحاجة لأنه يستعينوا دعم نفسي تماما، لا يستعينوا بمختصين. ممكن بعض الملاحظات اللي حكيناها أو بعض النقط اللي حكينا فيها إنه يديروا بالهم على حالهم من غذاء، من راحة، من التواصل مع الآخرين كمان بشكل دور إيجابي. الجهات المختصة بدعم هلأ أنا بصراحة يعني الراعين لهذا الموضوع تماماً. كمان لهم دور كبير بدعمهم والجهات المعنية. بالضبط، أنا عم عول كتير على هذه الجهات لأن هي دور الأساسي اللي هتأمن لهم المكان المريح، ما يتزمروا أبدا من راحتهم، ما يتزمروا من البريك اللي أخذوه. بالعكس، حتى بيوصلوا لمرحلة هن بحاجة لمعاينة اختصاصيين نفسيين لحتى يعاودوا رد من أول شيء، من أول وجديد نشاطهم، لحتى يقدروا يقدموا يعني يتوازنوا مثل ما بيقولوا، لأنه الشيء طبيعي جدا أنهم يمروا هن بفترة ضغط نفسي، طبيعي جدا أنهم ما يقدروا يتوازنوا بهيدي الفترة مع كل الأشخاص ومع كل هذا الضغط، خاصة إذا كانت الجهات المعنية أو المكان اللي هن متواجدين فيه ما عم يقدموا هيدي الخدمة اللي بتوازي أو بتخفف عنهم ضغط العمل اللي هن فيه. نعم، بالختام نحن بدنا نتشكرك كثير وشكرا على الكلام والطاقة الحلوة يلي عطيتينا إياهن، وبدنا نتمنى السلامة والقوة ان شاء الله يا رب لأطباءنا، ان شاء الله هيك يا رب يكونوا صحتهم جيدة وحالتهم النفسية جيدة كمان. وبدنا نقول يعني أي طبيب عم يناوب على ساعات طويلة وأيام طويلة ممكن يفتح فيسبوك يشوف التجمعات من العالم تسبب له تعب أكثر من أيام مناوبة عديدة بلا نوم. بدنا نطلب من الأهل أنه يبقوا بالبيت. بالختام بدنا نشكرك كثير. شكرا كثير لكم. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا هناء نيازي الأخصائية الاجتماعية الأسرية، شكرا كثير إليك.